خلال استقباله وزير الخارجية التركي الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إنفاذ المساعدات لغزة ويدين سياسات التصعيد الإسرائيلية. مصدر رفيع المستوى ينفي أنباء إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة دون تقديم أي أدلة. شهداء وجرحى من جراء تواصل القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على غزة وارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 39,632 شهيدا و 91,469 مصابا منذ أكتوبر الماضي. السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من نيل الأخبار وإليكم نشرة السادسة. شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية التركي على ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. وخلال لقائه وزير الخارجية بدر عبد العاطي ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والجهات الوطنية كافة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسفير تركيا بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية التركي نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي والتي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين. وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونذر التصعيد الخطير في المنطقة، حيث أكد السيد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، مشددا على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، مشيرا إلى تحذير مصر مرارا من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. وقد توافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين. وشدد السيد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة. كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة على نحو مستدام. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث عرض السيد وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
موضحا أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق قادرون باختلاف والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين. كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الجهات الوطنية، موجها بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز. كما وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. يأتي ذلك في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. نتابع. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب هاني مسعد شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود لمقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا أن رجال المنطقة دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية، مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مؤكدا أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قواتها المسلحة قوية قادرة على مجابهة كافة المخاطر والتحديات، مشددا على أن الجيش المصري جيش قوي ورشيد مهمته الأساسية الدفاع عن حدود الدولة المصرية وحماية مقدرات شعبها العظيم والحفاظ على الأمن والاستقرار للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن أفراد القوات
القوات المسلحة هم نتاج خيرة شباب هذا الوطن الذين تم اختيارهم وفق محددات وضوابط عديدة تحقق الوصول لأفضل العناصر لنيل شرف خدمة الوطن، مضيفا أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة التدريب الجاد والواقعي للوصول بمستوى الاحترافية لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهامهم وحماية بوابة مصر الغربية ضد أعمال التهريب والتسلل عبر الحدود، بالإضافة إلى أي عدائيات في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقة، وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية. وفي سياق متصل، قام الفريق أول عبد المجيد صخر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية جوا لعدد من نقاط التأمين الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها. عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدي أول ومساعد الوزير والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس. يأتي ذلك لمراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية. في بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات والتي انعكست على انخفاض معدلات الجريمة، مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات والأحداث التي تشهدها الساحة العالمية، موجها الشكر لمن أوفى العطاء ومؤكدا على ثقته في توالي الأجيال على حمل رسالة الأمن، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2024 اعتمدت على الدفع بدماء جديدة من القيادات والاستفادة من الخبرات التراكمية والتخصصية لهم. وقد وجه وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة ترسيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية والانتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط ارتكاز حاكمة لها لدحر المخططات الإجرامية قبل تنفيذها، ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين. وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني الفعال والعمل المستمر على تذليل أي معوقات للعمل الأمني ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشري الأمني والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الأداء الأمني. وأكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للأداء الشرطي في كافة القطاعات الأمنية والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين وتعظيم الدور المجتمعي للشرطة والتأكيد على مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم. أكد بابا الإسكندرية بطريرك كرازة مرقسية طوادوس الثاني دعمه لكل الجهود التي تبذل من أجل نبذ الكراهية ونشر المحبة والسلام. جاء ذلك خلال لقاء البابا طوادوس الثاني في القاهرة مع الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. من جانبه قال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام إنه يجرى حاليا الإعداد لإقامة مؤتمر عالمي آخر يتناول موضوع الحفاظ على السلام العالمي والحد من الكراهية، مؤكدا تطلعه لعمل لقاء مشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال مائدة مستديرة، وعلى أهمية أن تكون الدول العربية منبعا لرسائل السلام للعالم أجمع.
نفى مصدر رفيع المستوى ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، وقال المصدر إن ما يتردد هو هروب إسرائيل من إخفاقها في القطاع، مضيفا أن فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في غزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع. وسط مرحلة شديدة الدقة والخطورة تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتداعيات منتظرة على العالم أجمع، تتعالى أصوات العقل والحكمة قادمة من مصر للحفاظ على أعلى درجات ضبط النفس وتحويل المحنة إلى منحة لإعطاء الحقوق التاريخية الفلسطينية لأصحابها. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى تحذير مصر مرارا من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدا أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. فمصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات بكافة أنواعها الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع المحاصر منذ نحو 10 أشهر، في ظل تعنت إسرائيلي سافر يتحدى كل الأعراف الدولية والإنسانية بغلق الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحت دعاوى ومزاعم كثيرة. من هنا نفى مصدر رفيع المستوى ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، لافتا إلى أن ما يتردد هو هروب إسرائيل من إخفاقها في القطاع، ومؤكدا أن فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في غزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع. كما أكد المصدر أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود قطاع غزة، وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح منها إلى الضفة الغربية لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة مزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين. وهكذا تعمل مصر بلا كلل أو ملل على دعم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، مع الوقوف بشكل قاطع ضد كل محاولات دولة الاحتلال لتصفية القضية، سواء من خلال التهجير القسري أو توسيع المستوطنات بالأراضي المحتلة كافة. قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن مصر باتت الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية. وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. الصديق العزيز الوزير هاكان اليوم بشكل مطول حول سبل مزيد من تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا وبين شعبينا، وقد أكدنا خلال هذه المباحثات على تطلعنا للبناء على المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث تعد مصر الآن الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية، كما أن تركيا واحد من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج. لقد توافقت مع الوزير هاكان اليوم على تكثيف العمل سويا خلال الفترة القادمة للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 15 مليار دولار خلال الفترة القصيرة القادمة. كما أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي بأسرع وقت ممكن من أجل وقف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر. وأشار عبد العاطي إلى أن الجانبين توافقا على ضرورة إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط. لقد أطلعت صديقي العزيز السيد فيدان خلال مباحثتنا اليوم على مستجدات المساعي المصرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بما يضع نهاية للحرب الوحشية والمرفوضة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني البريء الأعزل
في قطاع غزة، وبما يعمل على تأمين النفاذ الإنساني للمدنيين في القطاع بشكل كامل وبدون مشروطية. وتحدثنا عن الجهود التي تبذلها مصر مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ويهمني أن أؤكد في هذا السياق على التقارب الشديد في رؤية البلدين حول هذا الأمر. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مصر تلعب دورا محوريا في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأضاف فيدان أن أنقرة ستقدم طلبا للانضمام إلى دعوة الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل. نتنياهو لا يريد سلاما، نتنياهو يريد أن يحرق المنطقة برمتها. إسرائيل وإنما تسعى إلى العنف والتوسع. أيها الإخوة والأخوات، إن الوحشية في غزة قد كشفت عن مدى عجز أيضا النظام الدولي، لأن إسرائيل وخاصة دعم إسرائيل بلا قيد وشرط هو السبب في زحزحة مبادئ وأركان نظام القانون الدولي. والذين يعتبرون الاحتلال في أوكرانيا هو جريمة يمثلون القروض الثلاثة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وكما رأينا بأننا كيف أن الكونغرس الأمريكي رحب بنتنياهو وسمح له بإلقاء خطاب هناك، ونحن نقول لا يمكن أن يكون كرسي البرلمان هو مكانا لجلوس مجرمي الحرب، بل يجب أن يكون كرسي المتهم هو كرسي المجرمين فقط، ويجب على إسرائيل أن تتراجع عن هذا الخطأ الفادح أيضا. فإن الاستفزازات من قبل اليهود إسرائيل المتطرفة يمثل خطرا، وإذا لم يتم وقف ذلك ليست المنطقة بل العالم ستدفع ثمنا باهظا. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان بالقاهرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، بعد التحية، يعني كيف ترى أثر هذا المؤتمر في ظل التحديات الإقليمية والدولية حول قطاع غزة؟ تحياتي ليك ابتداء وتحياتي لمشاهديك. يعني بالتأكيد وجهة نظري، كلمة السر في هذا المؤتمر أو في هذا اللقاء هو الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأس هذه الأحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات التعامل مع هذا العدوان الإسرائيلي. تركيا طرف إقليمي فاعل ومؤثر في هذه المنطقة، مصر عليها دور كبير وأساسي، وهي من قادت سبل الوساطة ما بين الكيان الإسرائيلي وما بين المقاومة الفلسطينية، وتدرك قدر العنت الإسرائيلي في هذا النطاق، ومطلوب من كلا الدولتين ضرورة المساهمة في إيقاف هذه المجازر التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأخوة الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بجانب طبعا العلاقات الثنائية وتنمية العلاقات الثنائية ما بين الجانبين. المجلس الأعلى اللي هيتم تشكيله ما بين الجانب المصري والجانب التركي، زيارة سيادة الرئيس إلى تركيا، رفع سبل التبادل التجاري أو وتيرة التبادل التجاري ما بين الجانبين إلى 15 مليار دولار أو إلى النسبة الأعلى في هذا التبادل، لكن يظل الجانب السياسي هو الجانب الأهم وهو كلمة السر والأساس في هذا اللقاء. صحيح، نحن بحاجة إلى جهد دؤوب لتعزيز العلاقات بين البلدين أولا، ثم التنسيق المشترك حول التحديات الإقليمية والدولية. الدكتور مختار غباشي، كنت معنا في قناة الأخبار، شكرا جزيلا لك. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 5 آخرون وأصيب
الكثيرون في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و 71 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة العدوان على الإسرائيلية عام 7 من أكتوبر الماضي إلى 39,632 شهيدا و 91,469 مصابا. لليوم الثاني على التوالي يستقبل معبر كرم أبو سالم شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بالفعل، ولليوم الثاني على التوالي يستقبل معبر كرم أبو سالم شاحنات المساعدات الإغاثية والإعاشية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال ميناء رفح البري. ونحن الآن نتواجد هنا في محيط المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري الذي يستقبل المساعدات المقدمة إلى الأشقاء الفلسطينيين برا وبحرا وجوا من خلال الشاحنات التي يعني تقف أمامكم وأمام هذه الكاميرا. مئات الشاحنات هنا تقف في محيط المركز اللوجستي تنتظر الدخول والعبور إلى الأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر كرم أبو سالم. يعني انفراجة طفيفة في أعداد الشاحنات، حيث أن يوم أمس يعني عبرت 106 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية والإعاشية، بالإضافة إلى 10 شاحنات محملة بالوقود والمحروقات، واليوم عبرت 80 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية، بالإضافة إلى 4 شاحنات محملة بالغاز. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كعادتها سلطات الاحتلال تضع العراقيل وترفض الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية التي يحتاجها القطاع. بالأمس رفضت شاحنات محملة بالدقيق وعلب تحتوي على ألبان الأطفال، باليوم أيضا رفضت نحو 8 شاحنات محملة بالبقوليات وأيضا ألبان الأطفال. سلطات الاحتلال تسمح بعبور الأدوية ولكن لا تسمح بعبور المستلزمات الطبية والمعدات الطبية، تسمح بحضور بعبور الخضروات والبقوليات ولكن لا تسمح بعبور الغذاء المعد سابقا والمعلبات. فهذه أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ولكن نأمل في القريب العاجل أن يعني يكون هناك مزيد من الجهد الذي يبذل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وهذا هو المشهد حتى الآن مع يعني دقات الساعة الثالثة، ومنذ ساعة تقريبا يعني الساعة الثالثة عصرا منذ ساعة تقريبا كانت جميع الشاحنات التي دخلت إلى معبر كرم أبو سالم أفرغت حمولتها بالكامل، ومن ثم عادت مرة أخرى إلى الجانب المصري من ميناء رفح. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الاجتماعات تتابع خلالها ملفات عمل وزارة المالية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وكذلك الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية. كما استعرض رئيس الوزراء ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والمزيد نجده في هذا التقرير. لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير المالية أحمد كوجك، الذي استعرض نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية هناك، مشيرا إلى أنه عرض بلندن التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر في إطار اتباع الحكومة لسياسات محفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري. وزير المالية أطلع رئيس مجلس الوزراء أيضا على نتائج التنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب دور الوزارة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية بما يستهدفه من تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية ورفع مساهمة القطاع الخاص والإدارة المثلى للأصول. وفي اجتماع آخر برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والمسؤولين المعنيين، كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن وزارات المالية ممثلة في مصلحة الجمارك والداخلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه
اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق. من جهة أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية في اجتماع حضره نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية بأن يكون هناك تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات يسهم في تحقيق مستهدفات هدفات الدولة في مضاعفة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا في عام 2030، مشيرا إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج لقياس تحقيقه للمستهدفات بما يسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المقدمة لدعم الصادرات، موجها بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحا. وأعلن الدكتور مدبولي أنه تم بالفعل الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات مع الاستعداد حاليا للإطلاق الرسمي لها. أما ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية فقد تم استعراضها خلال اجتماع برئاسة الدكتور مدبولي بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعدد من المسؤولين. وأكد خلاله رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الصدد بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية والنقل والتوطين لأحدث التكنولوجيات المطبقة على مستوى والعالم في قطاع الصناعة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري. إيمان التوني، قناة النيل للأخبار. شهد اللواء كان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع افتتاح أعمال التطوير والتحديث لخطوط إنتاج الأثاث الخشبي داخل مصنع إيتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة للتحديث والتطوير التكنولوجي لنظم التصنيع كافة. برؤى علمية متطورة شهد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع التحديثات والتطور التكنولوجي داخل مصنع إيتيكو للصناعات الخشبية والأثاث التابع للهيئة العربية للتصنيع بما يتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية العالمية. الحقيقة بنفتتح هذا المكان الجميل اللي احنا فيه دوا اللي بيعج بالحركة وبيعج بالإنتاج في هذا المصنع. تم تطوير هذا المكان وتزويده بأحدث الماكينات اللي موجودة في العالم في هذه الصناعة اللي هي صناعة الأثاث الخشبي. والحقيقة احنا تعاوننا هنا مع شركتين، شركة أجنبية وشركة عربية. وعلى هامش التطوير الذي شهده رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وقعت إحدى الشركات العالمية الرومانية مذكرة تفاهم لإنشاء خط إنتاج مشترك لإنتاج الكراسي الهيدروليك بنسب مكون محلي تصل إلى 75%. نستخدم أهم أحدث الماكينات في هذا المجال بحيث أن احنا نقدر نقدم منتج عالي الجودة وبأسعار منافسة. والحمد لله احنا اشتركنا خلال الفترة السابقة في بعض المشاريع القومية زي تأسيس الحي الحكومي، زي تأسيس مبنى الإداري لمحافظة شرم الشيخ، مقرات مجلس الدولة، والحمد لله قدمنا منتجات ذات جودة عالية وكواليتي عالي جدا الحمد لله رب العالمين. يعني سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع كبرى القلاع الصناعية بمصر والشرق الأوسط، وسوف نبدأ بخط إنتاج مشترك بمكونات محلية مصرية لإنتاج الكراسي الهيدروليك لتلبية الطلب المحلي. تعزيز الشراكات والفرص التسويقية مع كيانات القطاع الخاص والحكومي لتلبية احتياجات السوق المحلية وتلبية الطلب المتزايد من الكراسي والأثاث المكتبي والتصدير للسوق الخارجي بما ينعكس على الدخل القومي. استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعات الأثاث والأخشاب يزيد من مكونات الإنتاج المحلي مما ينعكس على توطين الصناعات المصرية. محمد محروس، النيل للأخبار. بتوطين الصناعة المحلية تنتهي نشرة الأخبار، لكن يتبقى دائما تذكير بأبرز العناوين.
خلال استقباله وزير الخارجية التركي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على ضرورة إنفاذ المساعدات لغزة ويدين سياسات التصعيد الإسرائيلية. مصدر رفيع المستوى ينفي أنباء إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة دون تقديم أي أدلة. شهداء وجرحى من جراء تواصل القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على غزة وارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 39,632 شهيدا و 91,469 مصابا منذ أكتوبر الماضي. وللمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت nile.eg. دمتم في أمان الله.